وينضم إلينا من أبو ظبي عبر الهاتف الدكتور عبد الله العوضي المسؤول عن صفحات وجهات نظر بصحيفة الاتحاد الإماراتية. سيد، طبعا قطر أطلقت الشرارة الأولى لأزمة البحرين 2011، وهنالك أدلة جديدة تبين تورطها وعملها على إسقاط الأنظمة سواء في البحرين أو محاولتها لذلك في منطقة الخليج العربي، ماذا تقول عن ذلك؟ مساكم الله بالخير. أولا أتصور أن كان للإرهاب قبل فترة زمنية رأس، والآن صار للإرهاب رأسين، رأس الإيراني رأس رسمي، الراعي الرسمي للإرهاب باعتراف دول العالم على رأس أمريكا، وانضم الآن الرأس الثاني إلى مع الرأس الإيراني، ولكن رأسين بلا عينين يتصرفان في المنطقة وكأن الناس يعني من حولها لا يدركون حقائق الأمور وبواطنها. المحاولة الأولى والمحاولة الثانية دليل على أن يعني قطر ماضية بهذا الطريق الذي يعني مليء ب ألغام المؤامرات ويعني وإيجاد التبريرات لارتكاب من هذه الأعمال يوما بعد يوم، ويبدو أن ما هو قادم ليس مهولا، قد يكون أهول مما سبق من الأمور. طيب دكتور عبد الله، يعني كما ذكر السفير العتيبة أن قطر تحولت إلى ملاذ آمن للإرهابيين والمدرجين على قوائم الملاحقة القانونية، هل بات الوقت أو حان الوقت لملاحقة قطر نفسها؟ قطر أعتقد أنها حاصرت نفسها بالإرهاب ولم تحاصر نفسها كما تزعم بدول المقاطعة الأربعة، وهذه أخطر نقطة في يعني في الموضوع القطري حقيقة. ومحاصرة قطر نفسها للإرهاب أينها حاصرت نفسها بفكر يعني ظلامي لا يؤمن لا بالحوار ولا يؤمن بالآخر ولا يؤمن بالسياسة ولا يؤمن بالوطن ولا يؤمن بالحدود الفاصلة بين الدول ولا يؤمن بسيادات الدول، وهذا ما نراه يعني من عمليا من خلال تحركات الإرهابيين في الدول التي نعرفها يعني جميعا. نعم، الدكتور عبد الله العوضي مسؤول صفحات وجهات نظر بصحيفة الاتحاد الإماراتية، شكرا جزيلا لك.